واحنا بنتكلم عن هذا التحالف الوطني وهذا العمل الضخم على أرض الواقع المنتشر في جميع محافظات مصر، لازم لهذا الكيان أن يكون ليه تنظيم إداري يقدر ينظم هذا الكيان بشكل عام. حضرتك كنا عن هذا التنظيم الإداري. هو حياتك ممكن أسبق بخطوة شوية؟ تفضل. هو حياتك إحنا علشان يقوم منظومة ناجحة بشكل أو بآخر بتقوم على 6 دعائم. الدعامة الأساسية هي الدولة، عشان هي بتنظم الجهود وبتنظم التخطيط وبتسهل القوانين زي ما حضرتك شايفه القانون الجديد. نعم. تحديد الادوار، بيجي مين الشريك معايا بعد الدوله. الشريك الاولاني هو المجتمع المدني في المنظومه اللي احنا فيها، القطاع الخاص ورجال الاعمال بيخش من خلال المؤسسات دي او من خلال المنظومه بتاعتهم. برضه في نفس الوقت الافراد، زي ما حضرتك قلت دلوقتي عدد المتطوعين وصلنا ل 351 الف متطوع. يبقى الافراد عدد ساعات كمان عمل تطوعي، وعدد ساعات عدينا ملايين. 40 مليون ساعه في 2022 بالزبط. فقط بالظبط 23. حضرتك العدد فعلا بيزيد. فاضل بقى عندي 2 كمان، الجهات المانحه الداخليه والخارجيه. جهات المانحه الداخليه هو المواطن اللي اقتنع واكتسب الثقه لما بيشوف المنتج قدامه، يعني فلوسه رايحه في مكانها صح وبيشوفها بعينه راحت للمستحقين صح، بيحصل الثقه. فهو كمان مش بيجيب بقى اللي هو كان بيجيبه، لا بيجيب اكتر واكتر. التبرع مش بس بالاموال، مش الفلوس، بص الاقيه كمان بالجهد بالوقت بالفكر، بيقدر ان هو يقدم خدماته. فاضل بقى الجهات المانحه الخارجيه، وده برضه في ظل القانون. حضرتك ليهم منظومه علشان لازم يكون من الرئاسة ورئاسة الوزراء علشان نختارهم صح، لأنه ممكن يكون ليه وجهة منحة خارجية، ممكن يكون ليه أجندة خفية. فالمراقبة السليمة عشان حضرتك تحط بقى الإطار، زي ما حضرتك بتقولي لازم بتتحط توجهات استراتيجية الأول، إحنا مين وهنعمل إيه وإيه الهدف الاستراتيجي بتاعنا. الخطة التنفيذية بتنزل بقى علينا كمؤسسات علشان نحدد الأدوار. حضرتك السؤال بتسأليه، لازم يكون في متابعة. كل ما هتبقى المتابعه لصيقه بشكل سليم، كل ما حضرتك بتبقي بتطوري في الخطه الاستراتيجيه والخطه التنفيذيه. ولازم يبقى في حد قاعد باستمرار ما بين المتابعه وما بين الخطه، اللي هو بنقول عليه المبتكر، سينكل تانك، قاعد بيفكر بيبتكر يلاقي في حاجات ممكن ان انا اضيفها او اعظم النتيجه بتاعتي. بناء على ايه المعايير اللي بيتم الاعتماد عليها؟ المعايير متعدده، يعني اول حاجه يهمني السوق المستهدف، هتكلم باللغه البيزنس، مين اللي انا رايح له؟ اللي انا رايح له ده الماركت ريسيرش، هو عايز ايه؟ لما انا اعرف هو عايز ايه واعرف انا عندي ايه، سهل جدا اعمل التشبيك دوت. المعايير حضرتك انت بتحددي انا عايز اوصل لهدف ايه؟ الهدف مثلا هو دلوقتي عايز اغاثه، عايز شورت تيرم، عايز حد دلوقتي يوفر له الاكل، يوفر له العلاج، يوفر له التعليم. دي في حد ذاتها مرحله قصيره شورت تيرم، صحيح، اغاثه سريعه، وانا شغال فيها ابتدي اعمل اللونج تيرم، ازاي اتحول من الاحتياج يعني. من الاحتياج للانتاج اللي هو التمكين الاقتصادي. نفس الفكره، انا بقدم خدمات طبيه، هقدم خدمات طبيه، بص على نفسي بعمل ايه، دخلت بقى في منظومه العلاج، لا ده انا ابتدي افكر مع الدوله في المنظومه الوقائيه وهكذا. طيب. يعني المعايير حضرتك بتطلبيها هي قياس الخدمات اللي بتتعمل والمردود بتاعها.